سلام يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رجعنا تاني نتكلم عن ازاي نتعامل مع ولادنا. السؤال بتاع الاسبوع اللي فات جزأناه في 3 حتت. اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن ازاي الاب يتعامل مع ولاده ومع عيلته او يدي وقت ليهم اكتر، والاسبوع ده هنتكلم عن انا تايهة. الاهالي اللي بيبقى عندهم اكتر من عيل، يعني مثلا 2 3 4، بيبقى في السن مختلف، فبيبقى التعامل معاه صعب شوي. حتى لو عندك طفل واحد بيبقى احيانا صعب لما ما يكونش في اتفاق بين الاهل. انت لازم تخلي بالك من امتى ابنك وبنتك عايزة تعلميها الطريق الصح، الحاجات اللي ينفع والحاجات اللي ما تنفعش. كمان بتبقي مشغولة يا في دراستك، في أهالي بتدرس تاني، أو الشغل أو الخروجات مع الأصحاب. برضو لازم تخلي بالك من جوزك أو تخلي بالك من مراتك. فالحياة بتبقى فيها حاجات كتيرة لدرجة إن الناس بتتلخبط في التفكير وفي التعامل، وكل حاجة بتبقى داخلة في بعضيها، فمفيش زي طريق نمشي عليه في الحياة. وعلشان كده كتبت لكم كام خطوة نمشي عليها علشان خاطر نعرف ننظم التربية ازاي. ده جزء من الطريقة اللي ممكن نمشي عليها في التربية. هات ورقة وقلم واكتب ورايا. اكتبوا في الخطوة الأولى كل العادات والتقاليد اللي انتوا شايفينها، اللي انتوا تعرفوها، اكتبوها في نمرة 1. نمرة 2 هنبدأ نقللها، هناخد بس من اللي انت كتبته في الخطوة الأولى، هناخد بس المهم اللي انت شايفه مهم، العادات والتقاليد اللي هي مهمة. وبعد كده هنروح لنمرة 3 وبرضو هنقلل منها، هناخد العادات والتقاليد اللي انت عايز تعلمها لابنك او بنتك. ده في اختلاف عمر، يعني ممكن لكل طفل تعمل له ورقة، او لو السن مقارب مش لازم قوي يعني. بس كل عادة وكل تقليد الواحد بيبقى متعلمها بيبقى للسن الصغير مختلف عن السن الكبير، فخد بالك من الموضوع ده. بعد ما تخلص دي الكتابة دي لوحدك، هتدور على شريك حياتك وتقعد معاه تختار ثلاثة من العادات والتقاليد اللي انتوا كتبتوها في المهمة اللي عايزين تعلمها لولادكم، ودي هتقعدوا مع ولادكم تشرحوها وتقولوا لهم ان احنا عايزين نخلي بالنا من ال3 حاجات دي في الشهر ده. خدوها الشهر علشان خاطر يبقى فيه فرصة ليكوا انكم تشوفوا الولاد بيتعاملوا مع الموضوع ازاي، وانتوا كمان تدوا فرصة لولادكم ان هم يتعلموا الحاجة دي وتبقى حاجة روتينية، يعني مش لازم كل شوية يفكروا فيها، تبقى حاجة هم عارفينها دي في حياتهم وما ينفعش انها تتغير تاني. انتوا لما تعملوا الحاجات دي هتلاقوا ان العادات والتقاليد اللي انت بتعلمها لولادك في التعليم التربية هتلاقيها بقت اسهل، هتلاقي ان الدنيا ماشية اسهل شوية منك في نفس الوقت تقول لابنك او بنتك انت المفروض كنت تعمل كده، ده غلط، ويبقى فيه زعيق وخناق في الموضوع ده. وعلشان كده بطلب منكم انكم تجربوا الموضوع ده الاسبوع ده، هتلاقي ان انت مبسوط اكتر بسبب انك بتعلم ولادك الحاجات اللي انت كمان شايفها صح من غير الخناق وبس بالاتفاق. افرض عندك طفل في سن المراهقة، خليه برضو يملأ الورقة دي، ادي الورقة وقلم وقول له اكتب العادات والتقاليد اللي انت شايفها مهمة. وبعد كده تقعد انت ومراتك وولادك وساعتها تتكلموا في العادات والتقاليد اللي انتوا تختاروها تمشوا بيها الشهر ده. كده انت بتاخد العادات والتقاليد اللي الام شايفها والاب شايفها وكمان الابن شايفها، بالذات ان في سن المراهقه بيبقى عايز يشارك الاب والام في كل حاجه لانه بيبقى حاسس نفسه كبير. فجربوا الموضوع ده الاسبوع ده، واحب اسمع منكم النتيجه بتاع الموضوع ده ايه، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي
تاني في سؤال جديد، وهو إزاي نعيش بالهدف اللي عندنا في التربية.